عزيزي طالب السنة التحضيرية، توفر لك كلية ينبع الصناعية عبر أقسامها المتعددة عدداً من خيارات التخصصات أو البرامج. فقسم تقنية الهندسة الكهربائية والإلكترونيات يضم 4 برامج لمرحلة الدبلوم، وهي برنامج تقنية القوى الكهربائية، برنامج تقنية الإلكترونيات والاتصالات، برنامج تقنية التحكم والآلات الدقيقة، برنامج تقنية الميكاترونيكس. سنتعرف من خلال هذا الفيديو على برنامج تقنية الإلكترونيات والاتصالات. تم تصميم برنامج تقنية الإلكترونيات والاتصالات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي لتأهيل فنيين ذو كفاءة عالية لممارسة العمل في هذا المجال. يتضمن البرنامج تدريب الطلاب على المهارات الأساسية في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى المهارات التخصصية في مجال تقنية الإلكترونيات والاتصالات، مثل تصميم وتحليل الدوائر الكهربائية والإلكترونية، دراسة الإلكترونيات الرقمية والتناظرية وشبكات الاتصالات، وتطبيق تلك المهارات في القدرة على تصميم واختبار وتشغيل وصيانة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات من خلال استخدام أحدث التقنيات. كما يساعد البرنامج الطلاب على التطوير الفعال لمهارات الاتصال والعمل الجماعي، ويتلقى طلاب البرنامج عدداً من المواد الدراسية الخاصة بالتخصص، وهي Basics Industrial Electronics, Digital Electronics 2, Microcontrollers Analog and Digital Communications and Telecommunication Systems، أو التي تدعم وتنمي المهارات الشخصية، بالإضافة إلى فترة تدريبية نهاية السنة الدراسية الأخيرة، مما يجعل الخريج مؤهلاً للدخول إلى سوق العمل. يعتبر برنامج تقنيات الإلكترونيات والاتصالات مفتاحاً للعديد من الفرص الوظيفية، حيث يعد هذا البرنامج الخريج للعمل بوظيفة فني إلكترونيات واتصالات، ويكون مؤهلاً للعمل في مجال واسع من الوظائف، منها على سبيل المثال للحصر العمل كفني تشغيل أو فني صيانة في المصانع، شركات الاتصالات، المطارات وشركات الملاحة الجوية، بعض القطاعات الحكومية والعسكرية، المستشفيات، بالإضافة إلى العديد من الجهات الأخرى في القطاع الخاص. كذلك يتيح البرنامج الفرصة للخريجين الراغبين في إكمال دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس وفق الشروط والأحكام، ليتخرج الطالب بمسمى مهندس تقنية إلكترونيات واتصالات.